لا شك أننا في اليوم السادس منذ وقوع هذه الكارثة، وكما تشاهد أنا أولا في مدينة إصلاحية في ولاية غازي عتاب. هذه المدينة تقريبا نصف المباني التي فيها دمرت، وعشرات المباني الأخرى باتت تقريبا آيلة للسقوط وغير صالحة للسكن. نكبة كبيرة في هذه المدينة، يعني حقيقة آثار الدمار واسعة لا يمكن وصفها. هذا المشهد الذي نصوره الآن هو حي بالكامل سقط، انهار بالكامل، بقي على الأرض، لم يبقى سوى هذا البناء واقفا، لكنه أيضا غير صالح للسكن. ستقوم السلطات التركية بهدمه بعد انتهاء عمليات البحث. حتى الآن عمليات البحث ما تزال مستمرة، كما تشاهدون نحن قريبين جدا من فرق الإنقاذ التي تحاول العثور على أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض في هذا المبنى. التقديرات تتراوح أنهم 5 أشخاص، لكن أنا حتى أكون دقيق أكثر سأحاول أن أسأل أحد ذوي الأشخاص العالقين تحت هذا المبنى. سأسأل السيد إردال وله وصهره أيضا كان تحت الأنقاض، لكن اعذروني، الضوضاء في المحيط تمنعنا من سماع أي شيء. سأحاول أن أتكلم وأجري المقابلة معه باللغة التركية، ومن ثم أترجمها لكم أو ألخص ما قاله مباشرة عبر الهواء. إردال بي، مرحبا. مرحبا. إنقاذ الحمدار، كيف كشي دهابا؟ Bir karı koca karşı yıkılmayan blokta var, birinci katta. Bir kişi Bermen işte o ekiplerin aradığı binada, dairede. İki kişi de karşı yıkılmayan binada. Toplam 5 kişi var. 5 kişi. Erkek mi, bayan mı? Bir karı koca, öbürü de bir anne oğul. Oradaki eniştemde hanımı ve oğlu çıkıyor, kendisi çıkamıyor. 5 kişi. Yani 3 erkek, 2 kadın. 3 erkek, 2 kadın. 3 erkek, 2 kadın. Tamam, tamam. Ekipler sizi ne söylemiş? Yani ekipler dün ısı termal kamerayla baktıklarında, yani ısı var dendi. Hatta söyledikleri noktada şu anda baktılar, bulunmadı. Yani acaba bir hata payı mı oldu bilmiyorum. Aramaya devam ediyorlar ama canlı mı değil mi bununla ilgili bir bilgi vermediler. Bilmiyorlar. Biz de bilmiyoruz. Canlı belli değil. Yani. Belli değil, belli değil. Evet. İnşallah. Şükran. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. يعني أنا لم أستطع أن أسمع كل ما تحدث به قريب أحد الأشخاص الذي كان عالقا هنا، لكن سأحاول أن ألخص تقريبا ما سمعته. كان يتحدث عن وجود 5 أشخاص في هذا المبنى، على ما أذكر 3 رجال وسيدتان. حسب ما سمعت منه أن سيدة وابنها كانوا مدفونين أو ما زالوا تحت الأنقاض هنا، حيث أرجو من زميلي المصور أن يوجه الكاميرا إلى هناك. حسب ما فهمت منه أن سيدة وابنها هم ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض، حيث تحاول فرق الإنقاذ هناك الوصول إليهم. أخبرني أنهم يوم أمس أحضروا كاميرات حرارية لمراقبة هذا المكان، وبحسب ما فهمت طبعا لم أسمع كل ما تحدث به بسبب الآلات العملاقة، آلات الحفر العملاقة التي تعمل بجانبنا، لكن حسب ما فهمت من كلامه أنهم أحضروا كاميرات مراقبة حرارية إلى هذا المكان يوم أمس وقاموا بالكشف عن هذا الموقع. على ما أعتقد أنهم لم يجدوا شيء حسب ما سمعت، لا يعني حتى لا أكون أمينا لم أسمع الإجابة بشكل كامل، لكنهم أحضروا كاميرات المراقبة ويحاولون الآن استكمال العمل للوصول إلى أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض. ربما يعني هو لم ينفي أن يكون هناك أحد على قيد الحياة، قال إنه يأمل أن يكون هناك أشخاص على قيد الحياة، لكن الأعمال تستمر. بالمحصلة ما زال تحت هذا الركام 5 أشخاص من ضمن هذا الحي الكبير الذي نشاهده الآن قد دمر بالكامل. هذه النقطة الوحيدة التي بقي فرق أو المتطوعون وعناصر فرق الإنقاذ، أيضا هناك عناصر من الجيش التركي معهم يساعدونهم في عمليات رفع الأنقاض والبحث. هذه النقطة الوحيدة في هذا الحي الكامل، حي كامل، هذا البناء مكون من 5 طوابق
وهناك عدة مباني مجاورة وأيضا مباني في الخلف، كل هذا الحي انهار بالكامل. فقط هذه النقطة التي تعمل بها الآن فرق الإنقاذ، باقي النقاط قد تم تمشيطها بالكامل والبحث بها بالكامل وجاري إزالة الأنقاض من هنالك. فقط هذه النقطة التي أمامنا هي التي ما زال فرق الإنقاذ تعمل بها. أتمنى إن شاء الله لهم السلامة والنجاة أيضا من بقوا تحت هذه الأنقاض.